ما في شيء اي شيء بالعالم ممكن يبرر السرقه، لكن بدنا نحكي من ناحيه قانونيه وكيف بينظر القانون السوري للسرقه، شو الفرق بين السرقه واستعمال مال الغير بدون رضا. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الاستاذ المحامي حسني احمد صوفان. صباح الخير استاذ، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباحك. يسعد صباحك. موضوع جدا مهم بدنا نحكي عنه اليوم، بس خلينا نبسط الاشياء شوي لكل الناس اللي عم يتابعونا. تعريف السرقة ضمن القانون السوري شو هو؟ يعني نحن بنعرف اللي بيسرق شيء. نعم. نحن هيك يعني، بس كيف صنفها القانون؟ هلا خلينا نقول أول شيء إنه هي السرقة هي اعتداء على مال منقول. إذن اعتداء على مال منقول، عائد ملكيته لشخص آخر. مع توفر نية تملك هذا الشيء اللي عم نعتدي نحن على ملكيته. وعرف القانون السوري واللي جاء بقانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته اللاحقة، عرفه بالمادة 621، جاء ذكره أنه هو أخذ مال الغير المنقول دون رضاه بنية تملكه. إذن هي الاعتداء على ملكية منقولة أو مال منقول لشخص آخر مع توفر نية جوا الداخل الجاني أو السارق، تمام، بتملك هذا الشيء وحيازته بقصد الاستيلاء عليه وتملكه. أستاذنا، نعرف السرقة بالقانون السوري هل إلى درجات أم السرقة واحدة؟ بغض النظر يمكن عن المسروقات شو هي أو ظروف السارق، يمكن هل تؤخذ بعين الاعتبار؟ فخلينا نعرف هي التفاصيل. نعم، هلأ بشكل عام هي السرقة تقسم إلى شقين. سرقة تدعى سرقة بسيطة، وعند توافر ظرف أو حالة من حالات التشديد تصبح هذه السرقة سرقة مشددة. تمام، أي أنه تختلف الوصف الجرمي لهذه السرقة. فالسرقة بشكل عام هي قيام شخص بأخذ هذا المال، فتعتبر هي سرقة بسيطة. إذا توافر مع هذه السرقة أو هذا الفعل توافر معه شرط من شروط أو ظرف من ظروف التشديد، مثل إذا كانت الواقعة وقعت ليلا مثلا، مع وجود مثلا شخصين أو أكثر، وجود قناع، حالة وجود مثلا أنه إذا كانت ضمن مكان مؤمن أو فيه يعني مثل خزنة، تمام، كمان تعتبر هي من الظروف المشددة. قيام شخص بخلع وكسر كمان تعتبر من الظروف المشددة. فتصبح شو ما كانت قيمة السرقة؟ قيمة لما نقول بسيطة، يعني خلينا نحدد أنواع السرقة. يعني أحيانا ممكن بكل بساطة أنا فوت بمكان بعرفه، لأنه نحن أحيانا مش نسمع عن قرايبين أو حدا مقرب يعرف هذا المكان منيح فبيقدر يتسلل له. بس لما نقول سرقة بسيطة شو ما كانت قيمة السرقة، ترافقها ظروف مشددة أنا لا أخذ اعتبرها سرقة قوية ولا لا ضمن الحكم؟ خلينا نتفق على شغلة، أنه قيمة السرقة قد تكون هي عبارة عن أنه ظرف مخفف إذا كانت من السرقات التافهة، مثلا جرعة غاز. تمام. تمام، قد تعتبر ظرف مخفف. تمام، أما إذا بدنا نعتبر نحن السرقة إن كانت بحسب قيمتها، فهي شيء يعود لتقدير السيد القاضي الناظر بالموضوع لحتى يشوف مدى خطورة هذا المجرم، حتى يكون عم ياخذ بالعقوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المنصوص عليه في القانون. خلينا نتعرف من حضرتك أستاذ على الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات، أنواع السرقات المرتكبة في حال كانت سرقة بسيطة أو سرقة مثل ما بنقول مشددة. خلينا نعرف شو السنوات إذا بدنا نقول العقوبة قد ايه بتتراوح. تمام. في أحيانا ممكن تكون أحكام مخففة أو لا حسب الظروف مثل ما قلنا للسارق. تماما. ما بدنا نبرر، بس اليوم في بعض الأشخاص ممكن يسرقوا ليأكلوا ليعيشوا، فهدول الأشخاص ممكن نحن ما نبرر لهم، لكن هي هذا شيء واقع يعني. نعم، هلا خلينا نقول نحن انه السرقه البسيطه تبدا من الحبس مده شهر كحد ادنى، تمام، حتى تصل بظروف مشدده نصت الماده 622 على مجموعه ظروف اذا توافرت قد تصل الى السجن 20 عاما. تمام. طيب، بين السرقه البسيطه والسرقه الموصوفه او السرقه الجنائيه، تمام، تختلف العقوبة بين شقين، بين عقوبة جنحوية الوصف وبين عقوبة جنائية الوصف. العقوبة الجنائية
هي لما يتوافر فيها الظرف المشدد. والعقوبة الجنحوية لما تكون السرقة بسيطة. وأيضا القانون وضع بعض الحالات اللي هي كمان مخففة، مثل ما عم تتفضلي إنه ممكن تكون بين أقارب مثلا، إذا كان بين الأصول أو الفروع فتعتبر من الظروف المخففة. تمام، مثلا ابن سرق والده مثلا، تمام، فبهالحاله هو ظرف انحبس 20 سنه، ظرف مخفف، فبيخفف عنه العقوبه. هي شيء متعلق بالجاني. تمام، وهنالك ظروف كمان بتكون لتفاهه المسروق. يعني مثلا اذا شخص سرق من على باب شخص مثلا مجموعه اوراق بغايه انه هو يحرقهم ويتدفى فيهم، تمام، فهي تعتبر من تفاهه الشيء المسروق. تمام، وكمان في شيء بخفف للعقوبه اللي هو لما يكون الشخص اعاد المال المسروق وجبر الضرر عن الشخص اللي قام بسرقته. طبعا احنا ما بنعطي تبرير للسرقه، هي من 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 اخطر الجرائم، تعتبر يعني عالميا في احصائيه بتحط السرقه هي الجريمه الثانيه، تمام، بعد جريمه المخدرات من حيث الخطوره. لانه جريمه السرقه ممكن تؤدي لظروف كثيره ترافق اساسا جريمه السرقه. تمام، ممكن قتل، ممكن يصير كثير تفاصيل وقصص. بس خلينا نحكي عن التعديلات ضمن القانون السوري للعقوبه لجريمة السرقة، لأنه بنعرف كانت يعني الناس قبل ما كان في تعديلات واضحة، فتلاقي كان موضوع السرقة أسهل. اليوم لا، عم يأكلوا هم لأنه تم تعديل بشكل كتير كبير، عم يكون العقوبة عم نحكي عن سنوات طويلة، وحتى لو الشخص رجع له المادة المسروقة وأسقط حقه في حق عام يعاقب عليه الجاني. نعم، هلا هون دائما هي في متابعه دائما للتشريعات وتعديلاتها بشكل دائم حتى تكون موائمه للظروف الحاليه. والتحديثات او التعديلات اللي بتتم بالتشريعات القانونيه من ضمنها التحديثات اللي عم تطرق على قانون العقوبات. صحيح، وهي دائما عم تكون لرفع يعني التشدد بالعقوبات القائمه. فمثلا بالتعديل الاخير اللي هو بالقانون 15 لعام 2022، وتم تعديل فقرات تتعلق بموضوع سرقه السياره. فسرقه السياره اصبحت بالقانون الجديد خمس، على ان لا تقل العقوبه بالسجن 5 سنوات والغرامه من 3 مليون حتى 6 مليون. كانت الغرامه سابقا حتى 500,000 ليرة، فكانت يعني انه بقيمتها سابقا قيمه السياره ممكن تكون مقاربه لل 500,000. اليوم صارت العقوبه هي صارت يعني صار اكثر ملائمه للظرف للظرف العام. فاكيد فيها دائما هي متابعات. وتم التشدد حتى بسرقه اللوحات، لوحه السياره او استخدام لوحه سياره مسروقه كمان تم التشدد فيها ورفع مدة الحبس فيها بهذا الجرم أيضا. بعض الأشخاص أستاذ ممكن يكرروا حادثة السرقة، نكون بسرقة بسيطة شهر، ممكن ما تعلم السارقة الدرس، ما اعتبر ممكن رجع للسرقة، سواء سرقة بسيطة أو سرقة مشددة. فهون بياخذ القاضي بعين الاعتبار تكرار حالة السرقة، وبيكون ممكن حكم القاضي بناء على التكرار. نعم، أو لا بيتحاكم مثل كأنه أول مرة. دائما التكرار هو ظرف يعطي للسيد القاضي رؤية عن خطورة هذا الشخص. فنحن دائما بدنا نقول أنه دائما بكل جريمة في إلى عقوبة محددة بين الحد الأدنى والحد الأقصى. وفي بعض الجرائم أيضا بنذكر فيها ضمن النص المادي أنه في حال التكرار تصبح الحد الأدنى هو بكذا والحد الأقصى، حتى يصل إلى يعني تصبح هي مثل الظروف المشددة، خلينا نعتبرها نابعة من طبيعة الشخص المحاكم. فهو هذا الشخص عم ينم عن شخص مجرم، فنحن اليوم ما فينا نعاقب شخص بالمرة الأولى، قد يكون لظروف لا نبررها ولكن قد يكون هنالك ظرف. أما تكرار الحادثة عدة مرات، إذا هذا الشخص هو غير سوي نفسيا وبحاجة إلى عقوبة أشد، لأنه تم التثبت من يعني لديه سوابق دائما العقوبة تكون مشددة بهدف ردع تماما جريمة.
بتصير العقوبة أكثر شدة، وبيصير في، لأنه هو بالنهاية الغاية من العقوبة هي إصلاح. صحيح. إصلاح الـ فأنا لما المرة الماضية مثلا حكمته سنة فرض على سبيل المثال، فاليوم أنا سنة غير كافي كانت لإصلاحه، فأنا اليوم ممكن سنتين أو ثلاث سنوات مثلا. طيب خلينا نحكي عن، نفرق بين السرقة واستعمال المال دون رضا صاحب المال. يعني بنسمع كثير حالات مثلا ممكن يروح على مخفر الشرطة يدعي انه انا مثلا كنت مأمن ابني على مثلا المحل واخذ الغلة، يعني نحن عم نحاول نبسطها اكثر للناس، واخذ هذا المال واستعمله دون رضا صاحب المال. هون كيف بيصنف القانون هذا الجرم؟ بتكون عقوبته ضمن تصنيف السرقة او لا بتكون عقوبته مختلفة وغير مشددة؟ هلا هي الحقيقة انه استعمال مال الغير تختلف عن استعمال مال الغير. هي مثلا اذا كنت انا اخذت سيارة من شخص تمام ورحت عملت فيها مشوار ورجعت له اياها لصاحبها، انا هون استعملت مال هو مو من حقي. عفوا، هلا اخذت انا موبايل حضرتك واجريت منه عدة اتصالات ومن ثم رديته لحضرتك، فانا هذا الشيء هو استعمال مال ليس مو عائديته لإلي. تمام، بتختلف فيه عنصر القصد الجرمي. تمام، اولا الاعاده بعد الاخذ، وثانيا القصد الجرمي بالنسبه ل انا شو كانت نيتي، هل هي فقط استعمال والظروف المحيطه بالحادثه هي اللي بتعطي الوصف ان كان هو فعلا سرقه بنيه التملك، لانه السرقه لابد من انه يتوافر فيها نيه حيازه هذا الشيء بغايه تملكه. نعم بدنا نتشكرك أستاذة على التوضيح لكثير من الأمور. نتمنى فعلا يكون أي شخص عنده رادع شخصي لهذا الفعل، ما تكون الظروف أبدا هي مبرر أو يحاول الشخص أنه يبرر منها. شكرك للشكر أستاذة. بتشكركم الله يعطيكم ألف عافية. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا وشكرا كثير لك. شكرا لكم.